رامبيرليك، أنت طولت كتير، ما عاد فيني ضل هون. رامبير؟ 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 لوين راح؟ يا ربي، قال لي إنه ما رح يطول، لوين راح هلا؟ لو سمحتي، ما شفتي الشاب اللي كان معي لوين راح؟ مين؟ الشاب اللي كان معي مبارح. اي مو هاد يلي كان عم يجمع الورد لإلك؟ اي هذا الشاب، وينه؟ شكله سافر. سافر؟ اجت سيارة كبيرة أخذته وراحوا سوا. من أي طريق راحوا؟ من هالطريق هاد. لا يا أختي، ما كان لازم أمشي قبل ما أخبرها أني رايح. من عيده كمان؟ ليش بتضل تعيد وتزيد بالقصة؟ ما حكينا طيب؟ شو بدي أحملك وجيبك بالقوة يعني؟ انسى الموضوع، عم قلك ستك تعبانة وانت ولا هون، لا عم تشرب ولا عم تاكل، ليل نهار بتضل بغرفتها وما بتطلع منها كرمال عيونها، حالتها بتقسي القلب. وانت خلص انسى، ما عاد بدي أحكي ولا كلمة بهذا الموضوع. هي غلطتي، أنا بعرف، أنا اللي ما اهتميت بيران وما كان لازم أتركها والله. ولا يهمك، طول بالك يا أخي، طول بالك، لا تفقد الأمل يا أخي، ربك ما بيتركها أبداً، ما رح يصير شي لرانو، ما بيصير شي، وبدنا نلاقيها بإذن الله، بدنا نلاقيها بعد إذنك. استعجل شوي. إيه يا رب، يا رب تكون رانو بخير إن شاء الله. رامبير؟